بشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير والمنظمة المغربية للإعلام الجديد وتحت شعار ذاكرة وطن، تم الاحتفاء بذكرى الزيارة الملكية للمغفور له محمد الخامس إلى طنجة. ذاكرة وطن هي في الحقيقة إيحاء إلى أهمية التاريخ أو رصيد النضال التاريخي للمغاربة عرشا وشعبا من أجل الحرية والاستقلال. نحن من هذه الزاوية نحاول أن نقارب وأن نستحضر وأن نتذكر ونستعيض برصيدنا النضالي الوطني من أجل خدمة مستقبل هذه المملكة السعيدة. فهذا حدث ماشي عادي، لأنه حدث وطني كبير ويكتسي أهمية كبيرة في الذاكرة الوطنية ولترسيخه في ذاكرة الأجيال وللتذكير أيضا حتى بالنسبة للجيل الذي عايش عصر محمد الخامس، للتذكير بأن زيارة محمد الخامس لطنجة كانت النقطة التي بدأ منها السير الحقيقي القويم والحثيث إلى استقلال الوطن. هي لحظة وفاء وتقدير تم خلالها تكريم المرحوم الدكتور عبد اللطيف بن جلون أمين سر المقاومة والسيدة البتولة العوامي واحدة من أبرز المناضلات في صفوف الحركة الوطنية، كما تم توقيع شراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمنظمة المغربية للإعلام الجديد.